احنا كنا نازلين مضغوطين جدا قبل المباراة، ضغوط اللي علينا من مش من بداية المباراة، من القسم الثاني يعتبر او من نص القسم الاولاني، واحنا علينا ضغوط كبيرة. اعتقد احنا لو ما لو لو كنا يعني متحررين شوية من الضغوط كنا ممكن نحن نسجل اليوم او نقدر نخلص المباراة بسهولة. سنحت لنا اكثر من فرصة بس يعني للاسف يعني ما سجلناها يعني. الحمد لله على كل حال. طبعا انا مش هقول كارثة يعني ان احنا نزلنا درجة تانية، بس عمر ما نادي قطر نزل، وعمر ما في تاريخ النادي عمره ما نزل وينزل على وجودنا ووجود اللعيبة الموجودين والاستاف والإدارة اللي موجودة. فأتمنى الكل يراجع نفسه، والمسؤولية مسؤولية الجميع يعني. من اللي تحملها بالتحديد؟ من يعني المشكلة يمكن كانت الضغوط 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 كابتن قلت لي الضغوط هذه الجولات، لكن أنتم من بداية الموسم هذا كان حالكم. الكل يتحمل المسؤولية، الكل. طبعا كابتن سؤال أخير، يمكن لو نرجع شوي للنص الأول من الموسم كان كابتن رادشنيش مع الفريق، كان الفريق في نفس الوضع، راح الكابتن رادشنيش اللي الكابتن لازاروني والفريق لا زال في نفس الوضع، هبط للدرجة الثانية، يعني المشكلة في اللاعبين؟ لا، حالة كرة القدم لا مش في اللاعبين. انا قلت لك يعني المشكله يعني هو مثلث ثلاث اضلاع، مسؤوليه الاداره والجهاز الفني واللاعبين، الكل مسؤول، الكل مسؤول بالتساوي. ما اقدر اقول لك انا لا اداره ولا لاعب ولا لا، الكل مسؤول. فاتمنى الكل يراجع نفسه ونحاول يعني نطلع يعني بشكل طيب في الدرجه الثانيه. هاي حاله كره القدم يعني. شو المحرك يعني الهبوط للدرجه الثانيه؟ اليوم نقدر نقول عنه يوم كئيب بالنسبه لنادي قطر، اول مره للدرجه الثانيه نادي قطر يهبط، من يتحمل المسؤوليه؟ في البدايه